السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا البث. وعدتكم في أننا سنقوم بدورة تكوينية إن شاء الله عامة تخلص مجموعة من المجالات، سواء المجالات التي لها علاقة بالشبكات أو كذلك بالتطوير. وإن شاء الله سيكون معنا كل يوم سبت ابتداء من الساعة بشكل مباشر، بحيث أنه سنحاول إن شاء الله أن نخلص في نهاية هذه الدورة التكوينية إلى أن نتمكن من فهم بعض الأساسيات في مجال الأنترنت، خصوصا وأننا حاليا نتحدث عن العمل عبر الأنترنت. وكما لاحظت انطلاقا من مكتب الاستشارات، لاحظت على أنه هناك العديد من الإخوة يرغبون في وجوج العديد من المجالات، أو سبق وولجوا مجموعة من المجالات لكن وجدوا صعوبة كبيرة جدا في التأقلم معها أو فهمها أو حتى البدء فيها. هذا راجع لكونهم يفتقرون إلى الأساسيات. وكنت قد يعني في إحدى منشوراتي على الأنستغرام كنت قد يعني قمت بحد الشباب على أن يدرسوا الأساسيات قبل أن ينتقلوا إلى مجال العمل على الأنترنت، لكن في المقابل واجهت بعض التعليقات كذلك على كون أن يعني اللغة الإنجليزية تكون بالنسبة لهم حاجز وعائق من أجل فهم مجموعة من يعني الدروس المتعلقة بالأنترنت. وكذلك يعني حاولت على أن أقدم هذه الدورة بالدارجة المغربية أو باللهجة المغربية، باش إن شاء الله حتى الناس اللي لاقين صعوبة في اللغة، وكون أن اللغة راه شي حاجة اللي هي مهمة. وراه كنت قبل شهرين قلت لكم عافاكم بداو تديروا دروس فيما يخص الإنجليزية، باش مليت يعني لأن العمل على الأنترنت بصفة عامة راه تخص أو العلم راه موجود باللغة الإنجليزية. لهذا إن شاء الله قبل ما نبداو في الدورة التكوينية ديالنا، بغينا نتفقوا على بعض يعني على بعض الأساسيات أو بعض القواعد. اولا غادي نحاول اننا او غنحاول ندير يعني غنشرح، ولكن طبيعه الحال كاينين الناس اللي غيبداو يسولوني في شي حاجه لا علاقه مع داكشي اللي كنشرح. الله يرضى عليكم غنخليو الاسئله فيما يخص الدرس، ما نخرجوش على النطاق. وثانيا حيت هذه ماشي اول مره غندير دوره، راه داير دورات سنوات سابقه هنا على الانترنت، ولكن طبيعه الحال مع الاشتغال ومع الانشغال ما بقيتش كندير دورات تكوني، حتى المحاضرات ديالي في الجامعات ما قللت بزاف. ف كاينين الناس اللي كيكونوا فاهمين او لا عارفين، الله يرحم لكم الوالدين هاد الناس، باش نتفقوا بحيت هاد الهضره ما غنقولهاش في الدرس الجاي واللي من بعده ومن بعده، باش نتفقوا من هاد الدرس واحد. الناس اللي فاهمين مرحبا بكم، بغيتوا تعاونوا معايا في بناء الدرس الله يجازيكم بخير وتؤجرون على ذلك. بغيتي تجي تبدا تمرضني هذا الشيء قديم هذا الشيء كنعرفوا خويا، هذه الدوره راه دايرها للمبتدئين ما دايرهاش للمحترفين، باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه. باش نرجعوا للموضوع، هو كون ان الناس اللي فاهمين بغيتوا تبنيوا معايا الدرس وتفهموا، لان الاسئله غتكون كثيره. مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم. دوك التعليقات الفارغه ما عندنا ما نديروا بها. الدرس سيكون تفاعلي، اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يطرحوه انا غادي نشوفه ان شاء الله ونحاولوا نجاوبوا، وفي الاخر ان شاء الله غادي نحاولوا اننا ندخص واحد الفقره باش نجاوبوا على جميع الاستفسارات ديالكم. اذا كما قلنا في الاول، فاليوم غادي نهضروا على المفاهيم العامه للشبكات. اشنا هي شبكه معلوماتيه؟ وقت تنقولوا شبكه معلوماتيه، وقتاش كنهضروا على شبكه معلوماتيه؟ الوغ باش نهضروا على شبكه معلوماتيه، خليونا اولا نفهموا اش نقصدوا بمصطلح شبكه. شنو هي شبكه؟ تنقولوا شبكه اجراميه، شبكه شبكه اعلاميه، اش كنقصدوا بشبكه؟ اذا شبكه هو فرد ولا مجموعه من الافراد او لا مثلا متى نهضروا على شبكه تنقولوا مثلا شبكه اجراميه، يعني عندنا واحد مجموعه من يعني الافراد كيتواصلوا بيناتهم كيتفاهموا بيناتهم، فهاد الناس هادو تنقولوا عليهم دايرين واحد الشبكه، تيكون عندها واحد الهدف معين او تنقولوا شبكه. فنفس المساله ملي تنهضروا على شبكه معلوماتيه، اش كنقصدوا بشبكه معلوماتيه؟ شبكة معلوماتية هي ملي كيكونوا عندنا مجموعة من لي زونتيتي غيزو مكونيكتين بيناتهم، يعني ملي كيكون عندنا مجموعة من الوحدات. هاد الوحدات شنو؟ هاد الوحدات كيخدموا اون غيزو. بحالاش؟ بحال مثلا التليفون ديالك،
بحال مثلا التلفازه ديالك، بحال مثلا البيسيات. هاد البيسيات ملي كنجيبوهم وكان نكونيكتيوهم بيناتهم، يعني كيوليو يتواصلوا بيناتهم، فحنا هنا كنهضروا على شبكه معلوماتيه. يعني ما نقدروش نهضروا على شبكه معلوماتيه وعندنا غير جهاز واحد، غا تليفونك بوحدو اللي كاين، ما كونيكتي مع حتى شي حاجه، ما غاديش نقدروا نهضروا على شبكه. فشبكه هي واحد مجموعه من الوحدات كيكونوا متواصلين بيناتهم، تيكونوا متواصلين بيناتهم. مازال الو، ملي كنهضروا على الشبكات المعلوماتيه، باش نقربوا هاد الشبكات المعلوماتيه، ما نقدروش نهضروا على شبكه الا الا توفرت مجموعه من الحويجات. يعني طبيعه الحال حنا كنهضروا على شبكه معلوماتيه، راه ما نقدروش نهضروا عليها الا الا كانوا كونيكتين بيناتهم. اما باش يتكونيكتاو بيناتهم كاينين بزاف د الحويجات اللي خاصنا نعرفوهم، من بعد غنعرفوهم في هذا الدرس هذا، اللي كيخليونا اننا كنديروا واحد الحاجه كتسمى شبكه معلوماتيه. فباش نوصلوا لهذا الهدف هذا، باش نفهموا هذه اللعيبات، غنبداو بدار، غنبداو نتخيلوا عندنا دار. واخا انت داركم هاد الدار منين تتكون؟ يعني نشوفوها خارجيا منين تتكون؟ كتكون من عندها سطاح، عندها منافذ، عندها منافذ، الشراجم، كاينين الشراجم في هاد الدار هادي، وكاين الباب. وهاد الدار اش كيكون عندها؟ تيكون عندها واحد العنوان. الدار تيكون عندها واحد العنوان. فهاد الدار هادي باش يجيب لك الفاكتور، يجيب لك ولا دار الضريبه باش يجيب لك ورقه الضريبه، ولا الفاكتور باش يجيب لك رساله. فراه هذا الفاكتور هذا ما يقدرش يعرف المركز ديال الدار ديالك، ما يعرفش داركم الا ما كانش عنده عنوان باينه. يعني الا ما كانش عنده عنوان ما يقدرش يعرف الدار. مازال فكذلك بالنسبه للمجال ديال المعلوماتيه، واحد البيسي باش يقدر يكون في لو ريزو، تيخصو يكون عنده عنوان كنقولوا ليه حنا اي بي ادريس. تيخصو يكون عنده DNS، خصو يكون عنده ان DNS، خصو يكون عنده سابنت، خصو يكون عنده جيت واي باش يقدر انه يتكونيكتا في هاد الشبكه. مفهوم هادشي اللي تنقول دابا ياك الخوان؟ ياك مفهوم هادشي؟ اذا باش يكون عندنا واحد الحاسوب مكونيكتي، تيخصو اول حاجه تكون عنده ماك ادريس كما قال الاخ اسامه. هي فتيخص يكون عنده هاد المسائل. اذا